قلعة الوداد. إن كنت ودادي اشترك في القناة وفعل الجرس واضغط إعجاب للفيديو لتتوصل أنت بآخر الفيديوهات ولكي تدعمني وأستمر إن شاء الله بتقديم الجديد. فرجة ممتعة. غيابات وازنة في تدريب الوداد الرياضي استعدادا للموسم المقبل. استأنف فريق الوداد الرياضي لكرة القدم استعداداته للمنافسات الموسم الكروي المقبل بعدما استفاد لاعبوه من 10 أيام راحة عقب انتهاء الفريق الأحمر وإقصائه من دور نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا وإنهاء الموسم الرياضي الماضي. وشهدت أول حصة تدريبية للفريق الأحمر استعدادا للموسم الكروي المقبل غياب كل من الحارس أحمد رضا التقنوتي ويوسف الشينا وأيوب لمدن وصلاح الدين السعيدي وعبد اللطيف نصر ويوسفيان كركاش والنيجيري باباطوندي. وغاب عن الحصة التدريبية ذاتها بعض اللاعبين الذين وقعوا للفريق الأحمر خلال مرحلة الانتقالات الصيفية الحالية، ويتعلق الأمر بكل من أيوب سكوما وسفيان لمدن وأيوب الكحل فيما سجل مشاركة بعض الوافدين الجدد، ويتعلق الأمر بكل من أيمن أبو الفتح وزكريا الكياني وأنا السرغات ثم الليبي مؤيد اللافي. وانضاف اللاعبين المذكورين إلى العناصر التي تغيب منذ فترة بسبب التزاماتها مع المنتخب الوطني المحلي، ويتعلق الأمر بكل من أيمن الحسوني وأيوب الكعبي.